انا كبيرة انا عارف كبيرة. حقا تجاوبنا على التساؤلات ديالكم حول هذا اللقاء 27، هو لقاء تمهيدي وتجيدي ان شاء الله بحول الله، المؤتمر اللي منفرد ربما غالبا غادي يكون في الشهر الثاني في 2024 ربما فبراير. فتجيد كما شفتوا لقاءات السيد نائب رئيسة المجلس الوطني والتدخل الكامل والشامل للسيد الامين العام اللي اولا اعطى معطيات جد مهمه حول هذا التوجيه، وفي نفس الوقت اعطى بعض توجيهات للمناضلات والمناضلين والمكتب السياسي والبرلمان باتفاق مع المكتب السياسي والمناضلين، بان اعطى الاسبقيه والاولويه للمناضلين والمناضلات، لان المناضلين والمناضلات هما الاوائل اللي تيطبقوا السياسة اللي هي سياسة القرب. وعلى سياسة القرب تيتبناو جل الأحزاب، وهذه التوجيهات اللي غادي فيها السيد الأمين العام يعني كثاني حزب ويعني ومشارك في الحكومة، وتوجيهات وتفسيرات كما هذا إن شاء الله بحول الله. الكل يعلم بأن الأسرة المعاصرة إن شاء الله بحول الله غادية بواحد توصيات جد مهمة، ولكن في طريقة ديال التسيير جد مهمة. على سبيل المثال راه شارلة، وهذه ربما معروفة عن مناضلات المناضلين وربما ما معروفاش عن جد المواطنين، وهو التسيير السابق حول المقرات. على سبيل المثال كانوا مقرات مكيين، دونك هو لأول نوبة جاب واحد السياسة جد مجتهدة هو المكتب السياسي، بأن هذه المقرات عوا تأدي الكرا داك فلوس الكرا اقتنى يعني المقرات. على سبيل المثال ثلاثة المقرات في العاصمة في الرباط، ومقرات في جهة أخرى، وغادي في نفس المنهج ديال السياسة. زائد يعني توصيات يعني لا للأقاليم ولا للجهات كما ربما لاحظتوا، عاطي الأسبقية مرة أخرى يعني لجل المناضلات والمناضلين، بتوصية بأن الحزب يعني هو الرأس المدبر الأساسي والأولي يعني في نطاق التدبير العام ديال المغرب ككل. فأنا شخصيا جد فخور بهذا اللقاء، جد فخور يعني بالعمل الجاد اللي عشنا به يعني في الأصالة والمعاصرة، جد فخور يعني بالعمل اللي ربما غادي فيه حتى كما جا بها السيد الأمين العام حول يعني تسيير وتدبير ديال الحكومه اللي الأصالة والمعاصرة حتى هي يعني مشاركه في هذه الحكومه، وعطى يعني واحد عطى واحد تفسير يعني يعني كتوضح يعني الاجتهاد ديال الحكومه والاتفاق ديالو مع الحكومه والتنسيق ما بين يعني الحكومه الحاليه بالوزاره ديالها وبالناس العاملين فيها. شكرا. ما تنسوش تابوناو في لاشين وتاكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغربي اليوم.